أزلية. حسب رأيي مو المفروض أنه أنا أستدعي 50 وبعدين أحاول أنه أقلص القائمة، أوتوماتيكيا راح يكون فجان بنفسه بالنسبة للاعبين اللي خارج، يقول لك ليش استدعيتني؟ بس مجرد أنه يعني فتشو إعلامي تريد أنه ممكن نسكت اللاعب الفلان. هو المفروض الآن الدعوات اللي موجودة بالمنتخبات هم حايرين. هسا أنا أحكي لك إياها، أنا أحكي لك إياها، واليوم همينة كنا نحكي أني الزميل محمد عماد زبير قال لي حايرين لون 50 لون 23. لا لا ماكو، لا لا ماكو شيء اسمه حيرة. شوف أبو طيب ذكر لك نقطة مهمة، أنا مدرب اليوم، مدرب نادي الكرخ، أحاول أنه أختار الأجهز من الناحية الفنية ومن الناحية البدنية، بالإضافة إلى ذلك أنه اللاعبين اللي مشاركين بالفترة الحالية بالمسابقات في سبيل أنه أوصل بنتائج إيجابية. أما أنا أنا حسا رايح نتائج إيجابية لو أنا أروح أشوف عن اللاعبين اللي جايبهم أنا هسه، يعني اكو 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 اسماء يعني متواجده مع المنتخب كاساس مقتنع 100%. اليوم انا وياك وحسين والجمهور وكلنا نختلف، استاذ حسين نختلف، كلنا نختلف على لاعب سين او صاد، لكن كاساس هو مقتنع صح. يقول لك هذا افضل لاعب بالعراق، انا ايش اسوي له بهالحاله؟ ماكو مشكله، احنا انت لما تحدث احنا ما رايحين البطوله مجرد مشاركه، احنا تعرف جمهورنا جمهور قاسي بالنسبه بالرد اذا كانت النتائج غير ايجابيه. مو خلينا نكون واقعيين، المدرب شيء ثاني، مطالب بنتائج صار لفترة تقريبا أكثر من سنة، يعرف اللاعبين جيد، يستعين ببعض اللاعبين المغتربين، وممكن هم راح يواجهوا مشكلة، يمكن أبو طيب يشاركني بالرأي أنه بعض اللاعبين المغتربين هم الآن شغالين بالدوري، ممكن بعض يعني يجيك في فترة جدا قصيرة وممكن الجو يتغير عليه باعتبار أنه بوربة وفرق 7 ساعات على تايلند وكذا، ممكن هم يواجه صعوبة بهذا الموضوع.